بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السادس من الفصل الخامس لمقرر نظم التشغيل. في الجزء ده يا جماعة هنبدأ نتكلم عن موضوع اسمه البيجينج، وهو أحد أساليب التغلب على الاكسترنال فراجمنتيشن. طب نشوف الكلام ده مع بعض. بنقول إن البيجينج is one solution، أحد الحلول to the external fragmentation problem، للتغلب على موضوع مين يا جماعة؟ الاكسترنال فراجمنتيشن. وافكرك ان الاكسترنال فراجمنتيشن معناه ايه؟ معناه ان في هولز كبيره فاضيه ما بين ايه؟ ها، ما بين البروسيس والتانيه، موجوده فين؟ في الذاكره، بنسميها الاكسترنال فراجمنتيشن. طيب بنقول هنا ايه بقى؟ بنقول هو كلمه السر هنا يا جماعه هو ان احنا نعمل حاجه مهمه جدا، ان احنا نقسم اللوجيكال ميموري لاجزاء متساويه او بلوكات متساويه الحجم، بنسميها بيجز. يعني بفرض ان دي اللوجيكال ميموري او اللي هو ايوه صح كده، اللي هو البروسيس واقفه هنا مش كده، خارجه من عند السي بي يو واقفه، ممكن تقسم هذه الايه، هذه الميموري اللي بنسميها لوجيكال ميموري الى اجزاء بنسميها بيجز او الصفحات معايا. بس بنقسمها ايه بقى؟ فيكسد سايز، يعني ايه؟ متساويه الاحجام. يعني ممكن نقول ان احنا عند الفيرتشوال ادرس بنقسم الذاكره اللي هي اللوجيكال هنا، بنقسمها للصفحات متساوية. متساوية ايه؟ متساوية الحجم. طيب وكذلك الفيزيكال ميموري بنقسمها برضو لأماكن متساوية الحجم، بنسميها ايه يا جماعة؟ الفريمز، بالعربي يعني الإطارات. معايا يا جماعة؟ يبقى إذا كلمة السر إن احنا بنقسم اللوجيكال ميموري لأجزاء متساوية بنسميها البيجز، وإيه؟ وبنقسم كمان الفيزيكال ميموري لاجزاء متساويه بنسميها ايه؟ الفريمز. بيقول لك ان تخصيص اجزاء متساويه الحجم مع اجزاء ثانيه متساويه الحجم ديت بايه؟ بتقلل بقدر الامكان مين؟ عمليه الاكسترنال فراجمنتيشن. معايا؟ طيب اذا خلي بالك بقى ان برضو علشان اقلل الاكسترنال فراجمنتيشن لازم يكون العدد البيجز هنا يساوي عدد الفريمز اللي موجوده هنا عشان استغلها استغلال امثل. معايا؟ نقول مع بعض كده ان to turn process of size n pages need to find n free frames and load. لازم العدد يكون هنا يساوي العدد اللي هنا عشان اخد ايه؟ اداء امثل. طيب ازاي بيتم التحويل ده يا جماعه؟ ازاي بيتم عمليه البيجنج؟ بيقول لك بيتم عمليه البيجنج عن طريق ما يسمى بالبيج تيبل او جدول الصفحه. وفي الحالة ديت بيتم عمل ايه يا جماعة؟ بنقول ان اللوجيكال ادرس بينقسم هنا لجزئين، جزء بي ودي، والبي هنا مقصود بيها كلمة بيج نمبر، والدي مكتوب ايه؟ مكتوب هنا ان هي البيج اوفست. يبقى اذا بنقسم الايه؟ حاجتين، بنقسم البيج نمبر اللي هو البي، والدي اللي هو الايه؟ البيج اوفست. دمجهم مع بعض هو مين يا جماعة؟ هو اللوجيكال ادرس. خلاص؟ اذا نقول مع بعض كده ان اللوجيكال ادرس هو حاجتين، بي ودي، بي اللي هو البيج نمبر، ودي اللي هو مين؟ ها البيج اوفست. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بيقول لك عند البيج تيبل بشوف البي قيمه البي دي بكام، واروح اعمل لوك اب ابحث عن قيمه البي هنا، قيمتها تعادل كام في البيج تيبل؟ ايوه البيج تيبل اللي قدامك دي يا جماعه تحتوي على قيمه ايه؟ هي التي تناظر قيمه البي. يبقى بنبص على قيمه البي ونشوف البي تشاور عن على اي قيمه في البيج تيبل. القيمه دي وليكن على سبيل المثال قيمتها اف، بناخدها قيمه اف ديت ونضيف على قيمه مين؟ ها قيمه البيج اوفست، ويبقى هو ده الفيزيكال ادرس الجديد. جميل جميل. اذا عرفنا دلوقتي كيف يتم التحويل من لوجيكال ادرس لفيزيكال ادرس عن طريق عمليه البيجنج. معايا؟ طيب نقول تاني، اللوجيكال ادرس بيتم تقسيمه لجزئين بي ودي. البي بتعمل لوك اب، بتروح تبحث عن قيمه في البيج تيبل اسمها قيمه وليكن الاف، الاف يتم جمعها مره ثانيه على قيمه الدي، ويبقى قيمه الاف زائد الدي ككومباينيشن ما بينهم هي قيمه مين؟ ها الفيزيكال ادرس. جميل. واحنا بنقول مع بعض دلوقتي ان البيج نمبر اللي هو بي صح؟ يوزد از ان اندكس، كانه هو ايه؟ اندكس او مفهرس بيبص جوه مين؟ البيج تيبل عشان ياخد قيمه مين؟ الاف. طيب والبيج اوفست اللي هو ايه؟ ها بنجمعها على حاجتين، بنجمعها على البي عشان ناخد اللوجيكال ادرس او نعبر عن اللوجيكال ادرس، وبنجمعها على قيمه الاف اللي خارجه من البيج تيبل عشان نحصل على مين؟ ها على الفيزيكال ادرس. تعالوا مع بعض ناخد مثال مع بعض.
تعال نفترض ان عندي لوجيكال ميموري بالمنظر اللي قدامك ده وفيزيكال ميموري برضو بالوضع ده. اللوجيكال ميموري ده يا جماعه عباره عن ايه؟ بص كده معايا، بيقول لك اعتبر ان هي مكونه من كام جزء؟ ها، اربع اجزاء، 1 2 3 4. الجزء الاول فيه ها البيج رقم 0، وهنا البيج رقم 1، البيج رقم 2، والبيج رقم 3. وكذلك البيج تيبل قدامك اهو مكون من اربع اجزاء، ها 1 2 3 4. كيف يتم عملية التخصيص هنا؟ بيقول على سبيل المثال بيج رقم 0 شايفينها؟ اه، تعالوا ندور على رقم 0 فين؟ ها، في البيج تيبل اهي، صح؟ ده رقم 0. رقم 0 ده يناظر ايه في البيج تيبل يا جماعه؟ يناظر الفريم رقم 1. اذا هاخد البيج 0 ده واروح احطها في الفريم رقم 1 قدامك. اذا تتم عملية التخصيص بهذا الاسلوب. تتم عمليه التخصيص بهذا ازاي؟ يعني اخد البيج 0 ده رقم 0، اروح ابص على رقم 0 ايه يناسب مين في البيج تيبل؟ يناسب الفريم رقم 1، او في البيج تيبل بتقول انها بتشاور على الفريم رقم 1، معناها ان البيج 0 تخصص في الفريم رقم كام؟ 1. طب نبص على ايه حاجه كمان، عندك البيج رقم 1، اروح ابص عليها في البيج تيبل، فين 1 يا جماعه؟ على البيج رقم 1. تناظر كام في كام ها في البيج تيبل؟ رقم كام في البيج تيبل؟ رقم 4، معناها ان هي تخصص في الفريم رقم 4. اخد البيج 1 واخصصها في الفريم رقم كام؟ 4. جميل. طب بيج رقم 2 يا جماعه شايفينها؟ اه، تخصص في الفريم رقم كام؟ قول انت بقى. صح، برافو، تخصص في الفريم رقم 3. اروح اخدها كده اهو ها واروح احطها في الفريم رقم كام؟ ها 3، بيج 2 اهي. طيب بيج 3 يا جماعه تخصص في الفريم رقم كام؟ ما البيج تيبل بيقول لي، بيحكي لي، بيقول لي روح خصصها فين؟ في رقم 7، في الفريم رقم 7، او واخدها احطها في الفريم رقم كام؟ 7. مثال بسيط جدا يعني ايه بيجنج، ويعني كيفيه التخصيص من اللوجيكال ميموري للفيزيكال ميموري باستخدام البيج تيبل. طبعا دي بتتم على العمليات البسيطه، بتتم على العمليات الاكثر ها تعقيدا شويه، يعني ممكن عمليه واحده تضم عدد من العمليات البسيطه، وليكن مثلا اي بي سي دي، اي بي سي دي دي في عمليه واحده. معايا؟ هناخد مثال بسيط بس منها. تعال نعتبر ان الترتيب ترتيب اللوجيكال ميموري 0 1 2 3، وتعال نعتبر ان الفيزيكال ميموري ترتيبها 0 1 2 3 4 5 6 7. وتعال نقول ايه بقى يا جماعه؟ تعال نقول لنفرض ان في عمليه هنا اهوت، مش كده، بتتكون من عدد من العمليات الصغيره اللي هي اي بي سي دي، برضو ممكن اروح للبيج تيبل واعرف احطها فين في الفيزيكال ميموري. ناخد مثال بسيط، ناخد عندك مثلا على سبيل المثال عمليه اي بي سي دي موجوده فين؟ ها، موجوده في اللوجيكال ميموري رقم كام؟ 0. اروح للبيج تيبل اللي بيشاور على رقم 0 اهو. 0 دي بتشاور على الفريم رقم كام؟ 5. اعمل ايه بقى؟ اروح انقل كل الاي بي سي دي دهيت يا جماعه واروح احطها في الفريم رقم 5. فين الفريم رقم 5؟ اهو اي بي سي دي. طب جميل. طب لنفرض، تعالى مثلا على سبيل المثال ناخد الايه ام ان او بي، دي عمليات فرعيه في عمليه كبيره، ديت رقمها كام يا جماعه قدامك؟ ها 3، مش كده؟ اروح للبيج تي واشوف رقم 3 بيشاور على مين. اه، رقم 3 بيشاور على الفريم رقم 2. اخد العمليات الفرعيه دي كلها ام ان او بي اللي هي العمليات الصغيره ديت، بنسميها كونكرنت بروسيس، عمليات متزامنه مع بعضها، واروح انقلها في الفريم رقم كام؟ 2. فين الفريم رقم 2 يا جماعه؟ اهي ام ان او بي. يبقى اذا دي عمليه البيجنج لعمليات كونكرنت متزامنه مع بعضها صغيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.